السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله في حسن الأحوال مرحبا بكم كاملين مرحبا بنا جداد اللي عائلة أبو رين للإعلان والتوظيف احسنتم نتوما إخواني أخواتي لكتوا أول مرة غتشاهدونا اضغطوا ضغطوا الآن على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الإعلانات وجديد الفيديوهات إذا خوتي في الفيديو غنشوفوا إعلان جديد بالنسبه الناس اللي بغاو يخدموا في دبي توظيف خمسين تقني متخصص مجال صيانه السيارات في دبي براتب 18000 درهم اذا غادي نشوفوا هذا الاعلان يلا تحت غير البارح كنتمنى لكم سبوسيلي الآن عمروا الاستماره الان اللي غادي تشوفوا في هذا الفيديو نوريكم طريقه ملء الاستماره بقاو معنا حتى لاخر الفيديو باش نعرفوا طريقه ملء الاستماره وكيفاش اننا نبوسيلي اذا غادي نشوفوا الاعلان باللغه العربيه باش نفهموا كاملين علاش كيتكلم الاعلان بشراكه مع احدى الشركات الكبرى للمواصلات بدوله الامارات العربيه المتحده تقوم وكالتنا باجراء مباريات توظيف لفائده 50 تقني متخصص مجال صيانه السيارات هذا الاعلان مخصص للمغاربه شروط الترشيح اللي هي كالتالي اتقان اللغه العربيه واساسيات اللغه الانجليزيه التوفر على الجنسيه المغربيه حصول على دبلوم تقني متخصص باك بلس دو او اجازه مهنيه باك بلس 3 امتلاك مهارة تحليل وتشخيص التقني اتقان العمل بالحاسوب في مجال اعمال صيانه المركبات خبره ميدانيه لا تقل عن ثلاث سنوات يعني تكون هذه خبره ما كتقلش على ثلاث سنوات تمتد مده العقد لسنتين مع مجموعه من الامتيازات الاجتماعيه اذا بالنسبه للرواتب اللي هما ما بين 14000 درهم و 18000 درهم المرجو ارسال الطلبات ارسال جميع الطلبات على الايميل عندكم جوج خيارات يا يعني اما غادي تصيفطوا الطلب ديالكم عبر الايميل اللي كيظهر لكم اللي هو هذا recruitment@lionconsulting.ma كاين الخيار الثاني اللي هو انكم تملؤوا الاستماره اللي غنشوفوا الان فانتوما الخوت انكم كان من الاحسن انكم كنصحكم انكم ترسلوا الطلب ديالكم في هذا الادريس ايميل وفي نفس الوقت تعمروا الاستماره اذا جوج اختيارات جوج خيارات ولكن من الاحسن تعمرهم بجوج ترسلوا الطلب في الايميل وفي نفس الوقت تعمروا استماره اذا هذه الاستماره الاخوان نخلي لكم الروابط كامله نخلي لكم ادريس ايميل في صندوق الوصف ونخلي لكم الرابط ديال الاستماره ايضا في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا كما كتلاحظوا ريكريتمو دو 50 تكنيسيان ميكانيك اوتوموبيل ا دبي سالير 18000 درهم يعني سالير 18000 درهم اذا غنشوفوا الان الاستماره وطريقه ملء الاستماره ما كاينش حاجه صعيبه كلشي ساهل الخص ركزوا معايا مزيان باش ما يكونش شي خطا اذا كنكتبوا فقط لادريس ايميل ديالنا في المكان ديالها اذا غنكتبوا لادريس ايميل اوفر دومبلوا اذا نتوما كتبوا ادريس ايميل ديالكم معليش كتبوا ادريس ايميل داكشي اللي كنكتب انا باش كتبوا ادريس ايميل الخاصه بكم دونك نعطيكم غير مثال كنكتبو ال البرينو البرينو والكنيه نكتبوا لو نو والبرينو انا قلبتهم دونك ماشي 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 مشكل دونك كتبوا الكنيه والسميه الكنيه الاولى والسميه لا دات دو نيسونس دونك كتحددوا تاريخ الازدياد ديالكم كنكليكيو على يعني باش يكون باش تحددوا العام بشكل سريع شنو كديروا كتوركوا على على العام باش يطلعوا لكم الاعوام هنا كما كتلاحظوا الو كنقلبوا على العام تاريخ اللي العام دي ديال العام ديال الازدياد ديالو في مسافه 980 هنا الشهر يعني كترجعوا باللور هنا وفي هذا الفلاش كتزيدوا قدام اذا كنحددوا الشهر نديروا في مثلا جوان وكتحددوا النهار ديالكم الا كان كليكو على ديفينير اذا هنا كتبين لك البوست فوز فوز انتريس اشمن بوست اللي بغيتي تخدمه عندنا جوج خيارات عندنا تكنيسيان ميكانيك اوتوموبيل ولا اوتر إلا كان اوتر كتكتبوا اشمن بوست حنا نديرو تكنيسيان ميكانيك اوتوموبيل هنا كنلقاو اني ديكسبيريونس دون لو بوست كنكليكيو على الفلاش واش عندك خبرة ديال قل من عام ولا عام ولا عامين تلت سنين ربع سنين خمس سنين ولا خمس سنين فما فوق دونك ديرو في مثال حنا عندنا خبرة ديال ديرو في مثال عامين هنا كنلقاو نيفو ديتود كليكو على الفلاش واش عندك بكالوريا ولا باك بلس 1 باك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 4 ولا باك بلس 5 ولا باك بلس 5 فما فوق ديرو حنا مستوى بكالوريا مزيان الوغ كنلقاو هنا نيفو اون عرب واش مستوى الفلغة اللغه العربيه مستوى ديالك في اللغه العربيه اذا طبيعه الحال غنديرو افونسي اذا حنا اللغه ديالنا العربيه كنلقاو نيفو اون اونغلي يعني مستوى ديالك في اللغه الانجليزيه واش مبتدئ ولا انترميديير متوسط ولا متقدم افونسي الو حنا نديرو في مثال الا كانت اللغه على حساب نتوما اللغه الانجليزيه ديالكم كنتي مبتدئ كدير مبتدئ متوسط كدير انترميديير اللغة الإنجليزية مزيانة مستوى جيد كدير أفونسي دونك نديرو حنا في مثال إنترميديار متوسط أه، ميساج بور ريكريتور هنا كنلقاو كنكتب واحد لي ميساج هاد لي ميساج غنخلي لكم واحد الموديل في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي يعني لقاو مشكل يا يعني راه لقاو مشكل في هاد لو ميساج غادي نخلي لكم واحد الموديل واحد لا خليه هي صغيره غادي تكتبوها في هاد المكان لي ريكريتور باش يقراوها رساله تقديميه دونك لك غادي نخلي لكم موديل ان شاء الله نديرو في مات ممكن نكتبو غير بونجور باش نعمرو الخ... الخانه بالنسبه واحد الملاحظه اي سؤال ولا اي خانه تكون فيها الاخوان هاد الفل... هاد النجيمه باللون الاحمر هذا كيكون سؤال اجباري يعني ضروري انكم تعمروه ما يمكنش الا ما عمرتوش ما غاديش دوز ما تمشي لكم طلب الاستماره ما غاديش تفاليده الو كنلقاو نيميرو التليفون هنا كنكتبو رقم الهاتف طبيعه الحال كنكتبوا رقم دي الهاتف ديالنا كنديروا دي سون كن دي دوز دوبل زيرو دي دوز لانديكاتيف ديال المغرب ولا كديروا زائد بلا هاد الزيروات كديروا زائد دي دوز او كتبعوه برقم الهاتف ما كديروش الصفر زائد دوبل دي دوز ستة وكتكملوا الرقم كنوصلوا للمكان فين غادي جوانيو السي في انا هنا كنلقاو جواندغ فوتر سي في دي هادي كنضغطو على هاد الخانة باللون الأزرق باش كنمشيو نجيبو السيفي ديالنا ضروري أنكم تحطو السيفي في كيما كتلاحظو هنا عندنا هاد النجيمة باللون الأحمر إذا غنكليكيو على جوان اجوتي أن فيشي كنمشيو لسيليكسيوني دي فيشي سيغ فوطخ أباغاي هنا غيطلعو لينا لي دي في فيشي ديال ديال الهاتف كنمشيو لهاد الخيار فيكينا فيشي اذا من بعد الاخوان واخوات كتحطوا السي في ديالكم هنا اجوتي ان فيشي و الى بغيتو يوصلكم واحد الكوبي ديال هاد الفورميلير هذا من بعد ما كتصيفطوه كتتفاعلوا هاد الخانه هادي كتفاعلوا هاد مونفوي ان كوبي كتفاعلوا هاد الخانه باش يصيفطوا لكم ولا توصلوا بواحد كوبي ديال هاد الفورميلير في الجيميل الخاص ديالكم اذا انا عندي الميموار شويه عامر السيفي راه ماشي يتحط ليا الخوت كما كتلاحظ هذا الميساج اللي عطاني التليفون امبوسيبل تيرمينال اوبيراسيون بريسيدونت ميموار انسيفيزون عندي تيليفون شويه عامر ما بغاش تحط لي السيفي دونك نتوما تكليكيو ولا... على كما قلت لكم اجوتي ان فيشي غادي تحط لكم السيفي غادي يظهر لكم هنا سيفي بالفورما وورد ولا بي دي اف عندكم خيار يا اما وورد يا اما بي دي اف ومني غادي تحطوا السيفي ديالكم غتاكدوا ضروري من المعلومات اول شيء غتاكدوا من المعلومات واش كلشي صحيح ما كاينش شي خطا لا بالنسبه لادريس ايميل لا بالنسبه للاسم ديالكم لا بالنسبه ل معلومات نيفو ديتود المستوى الدراسي ل لي زاني د اكسبيريونس لي المهم كامل المعلومات كامله تاكدوا واش كلشي صحيح من بعد ما كتساليو كتكليكي على انفوي على هاد الخانه كتكليكي على اونفوي والطلب ديالكم راه كيمشي مباشره للشركه اللي حاطه الاعلان باش انهم يراجعوا الطلب ديالكم الا كان الطلب ديالكم يعني البروفيل ديالكم مزيان والسي في ديالكم مطابق على داكشي اللي, اللي عندكم في الفورميلير والبروفيل ديالكم يعني مناسب لهم فطبيعه الحال غادي يتواصلوا معكم عبر الهاتف وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق الله يسهل عليكم كاملين حاولوا تبصروا الان الخوت الله يسهل عليكم نتلاقاو في اعلان جديد وفيديو جداد ما تنساوش لايك الفيديو مع اصدقاء الاحباب وشاركوا الان في القناة الى مازال ما شاركتوش كان معكم ابو ريان درتو دمتم في رعايه الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته